نتكلم من الآخر بقى على توليك قيادة نادي سموحة في الوقت الحالي، إنجاز الوصول للمربع الذهبي، الريمونتادا اللي عملتوها أمام نادي بتروجيت. شايف الوضع في الوقت الحالي مع نادي سموحة، وشايف إيه المستوى أو إيه الطموح اللي عندكم؟ والله يعني الحمد لله. طبعا قبل اي حاجه بشكر اللعيبه، بصراحه اللعيبه السنه دي اتحملوا كتير جدا. كان عندنا اصابات كتير جدا الموسم دوت، وكان عندنا نقص في مراكز مهمه جدا في الكره الطايره في اول السنه، نقص من القايمه بتاعه الفرقه اللي انا كنت مكونها، ناقص 4 لعيبه من عندنا ياثروا على اي فرقه يعني. مع ذلك الحمد لله الناس اللي موجوده ما اثرتش، وربنا اكرمنا قدرنا ان احنا نحقق جزء من طموحنا ان احنا نخش المربع. دي مرحلة، وإن شاء الله المرحلة الجاية بقى لسه بنستعد ليها يعني. وانت بتتولى مهمة نادي سموحة، كلام مجلس الإدارة معاك، اتفاقهم معاك كان على ايه؟ يعني ايه الأهداف اللي هم كانوا حاطينها؟ لو الأهداف دي اتحققت يبقى انت كده نجحت في المهمة، ما حققتش الأهداف دي هيكون في نوع من أنواع الإخفاق، أو يعني انك ما وصلتش للليفل أو المستوى اللي هم بيطمحوا إليه. هو احنا كان في بدايه السيزون احنا يعني حتى مصر كلها كانت بتتكلم ان سموحه عاملين فرقه قويه جدا، فكان بالفرقه اللي كانت موجوده دي كان التارجت بتاعنا ان احنا نبقى ثالث. لكن طبعا نقص من عندنا 4 لعيبه مهمين جدا، في منهم 2 لعيبه راحوا الاتحاد السكندري. ياثروا على اي فرقه يعني، هم شايلين الفريق في الاتحاد السكندري هناك. فيعني ان شاء الله يبقى في كلام ان احنا ننزل بالتارجت للرابع، لكن ده مش هدفنا احنا كفرقه ولا مدرب. احنا هدفنا ان احنا ان شاء الله نعلق ميداليه باذن الله السنه. اشتغلت مع انديه عديده، الفرق ما بين اللي انا اتولى مهمه بحجم نادي الزمالك، نادي بحجم نادي الزمالك، ضغوطات، مطالب بتحقيق انجازات، وان انا ادرب فرقه زي سموحه، فرقه اكيد واعده لكن حجم الضغوطات اعتقد اقل بعض الشيء. طبعا طبعا نادي الزمالك نادي كبير ونادي جماهيري، وفي عليك ضغوطات جامده جدا من الجماهير، ونادي بطوله يعني. انا طول عمري متربي في الزمالك، ما تعودناش ان احنا بنلعب من غير احنا هدفنا واحد ان احنا ناخد بطوله، فده فرق يعني طبعا. لكن جوه نادي سموحه الضغوطات، الكواليس بقى خلال توليك المهمه، ايه اللي انت حاسه الفرق ما بين ان انا اكون موجود في الزمالك وسموحه؟ ايه الحاجه الاساسيه اللي انا حاسس لا في اختلاف واضح؟ لا هو الاختلاف زي ما قلت لك، ان طبعا الزمالك انت عندك كل الامكانيات متوفره، كل اللي انت بتطلبه موجود من لعيبه، من امكانيات داخل النادي موجوده. لكن انا بصراحه برضك عايز اشكر الباشمهندس فرج عامر ومجلس الاداره ان هم في اول السنه وفرنا ان احنا قدرنا يعني. جيت قدمت انا طلب ان احنا عايزين نجيب مدفع، المدفع ده موجود في الاهلي وموجود في الزمالك يعني. الاهلي كمان جاب مدفع وانا بجيب معايا يعني، الاهلي عنده مدفعين. فعلمت من المدربين اللي موجودين قبليا ان هم بقالهم 4 سنين تقريبا بيطلبوا المدفع دوت وما جاش. فبصراحه المهندس فرج لب على طول. ايه اهميته يعني عشان المشاهد يبقى فاهم؟ يعني المدفع دوت هو بيعود اللعيب عندك ان انت النهارده مثلا انا بلعب فرقه زي يعني الزمالك بيتميز النهارده بقوه ارسال زي رضا هيكل وكذا لعيب عندهم، والاهلي نفس القصه. فالمدفع ده بيعوض الحته دي يعني، انت عندك فرقتك ممكن ما يكونش عندك حد مثلا بقوه ارسال رضا، فالمدفع بيتحط وبيشتغل، هو بيرسل على المستقبلين عندك، وانت بتتحكم في السرعه، ممكن تعمله سرعه 100 كيلو 120 كيلو الارسال. فيبدا اللعيب يتعود ان هو يستقبل ارسال قوي زي كده، اما يجي في المباريات ويخش ما يعني يبقى بالنسبه له الموضوع سهل. غير لو انت مش موجود عندك مدفع، لو انت مثلا ارسالات لعيبتك بتتكلم في 50 60 كيلو، فما يجي يقف يستقبل الواحد بيلعب 100 كيلو هتلاقي الموضوع صعب جدا عليه. ايه صعوبه ان الجهاز ده يكون موجود؟ هو جهاز غالي، مكلف طبعا غالي، فالحمد لله قدرنا ان احنا نجيبه من ايطاليا يعني. وحاسس ان هو يعني بقى لكم قد ايه جايبينه اول حاجه؟ من اول السيزون. من اول السيزون. وفعلا شايف ان في جدول لوجود الجهاز ده فارق مع اللعيبه لما بتتكلم معاهم، حاسين فعلا في فرق من وجود الجهاز ده؟ طبعا فارق جدا، لان احنا كمان الجهاز ده انت مش بتستخدمه في الارسال بس يعني، مش بتستخدمه ارسال وفي الديفنس ان هو ضرب بيضرب على اللعيبه بقوه برضك، فلا مفيد جدا طبعا. الاهلي طبعا تمكن من لحظات ان هو يتفوق على طلائع الجيش، وكده هيقابل الزمالك في نهائي كاس السوبر، تفوق على الجيش بنتيجه 3-1، نتيجه منطقيه اعتقد ما فيهاش مفاجاه. نتيجه يعني منطقيه، بس الجيش عمل يعني الجيش عمل ماتش حلو قوي النهارده بصراحه يعني. الجيش عنده فرقه كويسه جدا طبعا، قدر ان هو ياخد شوط من الاهلي ده كويس يعني. كاس سوبر البنات اهلي وزمالك، كاس سوبر الرجال اهلي وزمالك، امتى نشوف قوه مختلفه؟ نشوف انديه جديده
بتنافس الاثنين، مش بقول ان هي بس تبقى موجوده، لا الاقي في سنه من السنوات فرقه بتخطف اللقب، سبورتنج، جيش، سموحه، اي من الانديه اللي يعني انديه واعده يعني. بص اقول لحضرتك حاجه، بس هي المشكله مشكله امكانيات. طبعا الاهلي والزمالك يعني الميزانيه بتاعتهم يعني ضخمه جدا. ضخمه جدا، مفيش نادي تاني غير الاهلي والزمالك يقدر على الميزانيه ديت. لكن من بعد ما بعد الاهلي والزمالك السنه دي الدوري قوي جدا، في خمس فرق على الاقل جامدين جدا، يعني الجيش عنده فرق قوي، بتروجيت فرق قوي جدا، اتحاد سكندري، سبورتنج، سموحه، يعني لا الدوري السنه دي قوي، ما تقدرش تتوقع مين ممكن يكسب يعني. شايف النظام الجديد للمسابقه بقاله حوالي سنتين ودي السنه الثالثه، فرق في شكل المنافسه، خلى يبقى الدنيا ما تبقاش اسهل ان انا لو خسرت اكتر من ماتش خلاص ان انا بفك، بحس ان الموضوع بعيد، لا انا عشان اكسب اللقب لازم يعني اكون كسبته بشكل مستحق جدا يعني. بالظبط، هو اللي حصل في الدوري من ساعه ما اتعمل النظام الجديد دوت، هو بقى خلى الفريق اللي بياخد الدوري هو فعلا واخده عن جداره. زي مثلا يعني الماتشات بتاعتي مع بتروجيت، احنا خسرنا اول ماتش، كان على النظام القديم انت خسرت اول ماتش خلاص انت ايوه ما وصلتش، لكن هو بيديك فرصه تانيه ان انت تعوض، ولو كسبت تديك فرصه ثالثه تلعب ماتش فيصل. فاللي بياخد الدوري النهارده بيبقى واخده يعني زي ما بيقولوا بدراعه يعني. ايوه لكن النظام ده مجهد شويه، انا عشان اكسب اي ماتش من الماتشات لازم اكسب بس فايف يعني 3 ماتشات على الاقل يعني، تمام. بيبقى مجهد. مش بس بتكلم على فكره ان انا لازم اشغل السكواد بتاعي كله، لا ذهنيا كمان للمدربين بيبقى مجهد شويه. بص هو من وجهه نظري هو مجهد، بس هو بيديك ثمار للاعيبه كتيره جدا تشارك، لان انت كمدرب مش هتقدر تعتمد على الست لاعيبه طول الماتشات دي كلها، ماتشات ده بقت عدد كبير جدا في الموسم فتلعبه، فبيدي المدرب الاريحيه ان هو يقدر يجهز اللعيبه كلها، يعني في ماتشات بتبقى متوسطه فتقدر تنزل جزء من الناس اللي بره تشارك وتعمل روتيشن، فده برضك بيعلي مستوى اللعيبه يعني. حجم اعتمادك على اللعيبه الناشئين قد ايه في نادي سموحه؟ والله انا لما رحت اول السنه دي طبعا يعني كان يمكن اول مره في سموحه ان يطلع حد من الناشئين يتمرن مع الفريق الاول، كان عندي حوالي 4 لعيبه بيتمرنوا معايا في الدوري لغايه قبل البلاي اوف، كان معايا ليبرو من 19 سنه، اول سنه 19 سنه بيلعب معانا، مع طبعا مع درونكا نجم الفريق يعني ومنتخب مصر، ليبرو من احسن الليبرات اللي في مصر يعني، فكان ده بياخد منه الخبرات وكان بيلعب معانا لغايه بقى ما دخلنا في ادوار معانا، بيبقى خلاص يعني انت كلاعب لسه خبراتك ان انت ما تقدرش تشيل الفتره ديت، فيعني الحمد لله يعني عندنا برضك كام لعيب من في 4 وسنتر بلوك من 17 سنه كان بيتمرن معانا فوق، يعني الحمد لله رب العالمين عندنا قاعده من الناشئين والناشئات في سموحه كبيره جدا يعني. ايه اللي يخليك تتشجع وتدفع بلعيب ناشئ في توقيت حساس في ماتش من الماتشات الصعبه؟ اللعيب ده لازم يعني يقدم ايه، او مثلا بتبقى لامس في شخصيته حاجه معينه عشان يتحمل حجم الضغط اللي موجود؟ بص انا بطبيعتي يعني بحب اشتغل مع لعيبه صغيره وادعم بلعيبه صغيره كتير في الملعب، ويمكن انتوا الناس اللي ما تعرفوش في عبد الرحمن توفيق اللي كان بيلعب اوبزيت معايا في التوجيهات دوت، ده 2002 جبته اتعاقدت معاه في شهر يناير، في انتقالات يناير، والحمد لله رب العالمين انا راهنت عليه، والحمد لله يعني مصر كلها بتتكلم عليه، عمل ماتشات هايله يعني.